على طريق الأمل ماشيين وقادرين نتحدى المستحيل مشاكل وقمنا كل يوم بنوجد ليها الحلول. واقعنا كل يوم بيفيد. ينابيع الأمل المياه. شريان الحياة والحفاظ على مواردنا المائية يتصدر أهم أولويات مصر، واللي بيها نقدر نزود مساحة الأراضي الزراعية في بلدنا. كان في حقد من المية بيلقى في البحر، هي مية صرف زراعي. الاستفادة من كمية المية ديت بدل ما نرميها في البحر المتوسط، طب ما ناخدها نعمل لها أعمال صناعية ونعدي بيها من غرب القناة لشرق القناة، ثم تتعمل محطة بحر البقر لصالح الناس اللي هتعيش على النص مليون فدان دول. والمصريين نجحوا على مدار 7 سنين من إنشاء العديد من المشروعات في مجال معالجة مياه الصرف والري. والنهاردة بيتولد صرح تنموي جديد لنقله معالجة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من مياه مصرف بحر البقر لشرق القناة، واللي اتبنت عليه أملنا لاستصلاح 456 ألف فدان على أرض سيناء، من خلال الانتهاء من إنشاء منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر. مشروع عملاق سابق فيه الرجال الزمن على مدار 26 شهر، جهد كبير شارك في بنائه 21,000 مهندس وفني وعامل من خيرة العاملين في الشركات المدنية، على رأسهم تحالف المقاولين العرب وأوراسكوم للإنشاءات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. رجال حولوا الأحلام إلى أمال تنموية ظهرت على أرض الواقع، نطاق شاسع أنفقت الدولة عليه أكثر من 16 مليار جنيه حتى اكتمل هذا الأمل. ونجحت الدولة في تحويل مسار الصرف الزراعي غير المعالج لتحقيق الاستفادة منه بدلا عن الأسلوب القديم بالتخلص منه في بحيرة المنزلة، وبكده حفظت الدولة للبحيرة نقاء مياهها وتستفيد من فائض مياه الصرف الزراعي في ري مئات الآلاف من الأفدنة على أرض الفيروز. وتحتوي منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر على العديد من المنشآت العملاقة، ومن بينها محطة رفع مياه شادر عزام بطاقة 400,000 متر مكعب في اليوم، وست صحرات، وثلاث قناطر، واثنين مفيض، وخمس كباري، ومحطة رفع السلام بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، واللي بيتم من خلالها رفع المية من خلال صحارة السلام. وبكده وصلت المية لأرض سيناء عن طريق منظومة ربط أسفل قناة السويس، ويستقبل المية عن طريق قناة دخول ونعالجها في أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي في العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم. محطة عملاقة دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية. المحطة فيها 4 خطوط رئيسية، كل خط بيتكون من محطة طلمبات بطاقة 1.4 مليون متر مكعب مية في اليوم، مرورا بمراحل المعالجة المختلفة، ثم تنقل المياه إلى قناة خروج متصلة بترعة الشيخ جابر. المشروع بيحتوي عدد من المنشآت والمباني المساعدة، من بينها مبنيان للكيماويات واثنين للكلور واثناشر خزان للأكسجين واثنين مبنى لتوليد الأوزون ومبنى للمولدات الكهربائية بقدرة 10 ميجاوات، وده غير نطاق إداري متكامل بيشمل غرفة تحكم ومعمل للتحاليل. وعلى أرض سيناء الإنجازات ما بتنتهيش،
ففي مجال الإمداد بالمياه أنشأنا 4 محطات جديدة لتحلية مياه البحر عشان نخدم أهلنا في سيناء ونوفر لهم المياه العذبة النقية، وكمان هتخدم التنمية السياحية والاقتصادية في سيناء. ففي منطقة رأس سدر أنشأنا محطة تحلية بطاقة 30,000 متر مكعب في اليوم، وفي منطقة أبو سنيمة تم إنشاء محطة تحلية بطاقة 20,000 متر مكعب في اليوم، وفي منطقة دهب تم إنشاء محطة تحلية بطاقة 15,000 متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر بنويبع بطاقة 15,000 متر مكعب في اليوم. على أرض الفيروز الإنجازات بتتحقق يوم ورا يوم، وكل إنجاز بألف كلمة. وكل مشهد بيعبر عن واقع جديد، بيفيد بالعمل، وبيعلن عن لحظة ميلاد لينابيع الأمل.